السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة CYS 230 أرجو من الحضور تسجيل أسمائهم مع أرقامهم الجامعية. عدد الحضور الآن 26 طالب. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مشوارنا في availability ensuring availability، واللي chapter سمية ب 5 nines. احنا وصلنا المرة السابقة عند الـ Assist Management، فهنا بيعطي أمثلة على الـ Assist، واتفقنا شو هي Assist. هي Resources اللي بدنا نقوم بحمايتها. الآن في بالسلايد هنا الاسس مانجمنت تتكون من اسس كلاسيفيكيشن، اسس ستاندردايزيشن، ثريت ايدنتيفيكيشن، ريسك اناليسيس اند مايجريشن. هذه النقاط توضيحها، خلينا نرجع للنتكات ونقرا توضيحها اول باول. مرينا على هذه المرة السابقة. فالكلاسيفيكيشن المقصود فيها انه تعمل كلاسيفاي للأسيت بناء على كرايتيريا معين. فممكن يكون الكرايتيريا هذه بناء على الكونفيدنشاليتي، بناء على الفاليو، بناء على التايم، بناء على الاكسس رايتس، او بناء على الديستركشن تايب، او واتيفر. انت هنا بتحط الكلاسيفيكيشن بناء على كرايتيريا معينه، فبتختار شو الكرايتيريا اللي على اساسها بتبني الكلاسيفيكيشن. الان مثلا هو معطي مثال اليو اس جوفرمنت تستخدم الكرايتيريا سنسيتيفيتي. اذا الكرايتيريا سنسيتيفيتي وبتعمل كلاسيفاي للداتا تاعتها از فولو. ففي داتا توب سيكريت، داتا اسمها سيكريت، كونفيدنشال، بابليك اند انكلاسيفايد. لاحظ كل واحدة لها معاملة خاصة. كل واحدة طبعا هو لما بعطي كلاسيفيكيشن بيجي بيحكي والله الاساس بتحطها ضمن اي كلاسيفيكيشن، فكل كل وحده لها معامله خاصه. نيجي طبعا هنا ايدنتيفيكيشن، بدك تعرف شو هي الاساس اللي بتتعامل معها، شو نوعها، هل هي ممكن نصنفها ضمن او مش بدنا نصنفها، خلينا نقول اعبر عنها أقول هذه تعتبر information، هذه تعتبر software assets، هذه تعتبر physical assets، هذه تعتبر service. إذا نوع من ال classification هي بناء على ال identification categories. ممكن يكون بدي أعمل tracking، فبدي أحدد شو ال assets accountability، الطريقة اللي بدي أنا أعمل متابعة لهذه الأسيت. فبتم طبعا هو حاطط من هنا نقطتين اللي identify the owner for all information assets، نحدد من هو الأونر لهذه الأسيت، و identify the owner for all application software والأونر للسوفتوير. يعني الهدف منها كمتابعة عشان أعطي الأونر يا إما قيمة مالية أو معلومات عن كيف طريقة استخدام هذه الأسيتس. حكينا عن الكرايتيريا والسكيم
اوف امبلمنتيشن از ان كلاسيفيكيشن سكيم امبلمنتيشن ادوبت يونيفورم واي تو ايدنتيفاي انفورميشن تو انشور يونيفورم بروتكشن. مقصود هنا طريق استخدام طريقة تكون خلينا نقول موحدة بالنسبة للعاملين بالمؤسسة حتى يعملوا ايدنتيفاي للانفورميشن. يعني لما اطلب منك انك مثلا على سبيل المثال عرف عن نفسك، فبدي اياك تعرف عن نفسك بصيغة يونيفورم، تحط مثلا last name بالاول بعدين first name، تعطيني الايج، تعطيني الاي دي نمبر. يعني المقصود فيها بحطها بيونيفورم معين، وهذه هي طريقة التعريف مثلا. طبعا تعمم انه لتعريف عن نفسك لازم تعملها بالصيغة التالية، للتعريف عن الانفورميشن اسس لازم تعطيني اياها بالصيغة الفلانية. فهي نوع من عملية الكلاسيفيكيشن، حتى ايش يطبق عليها بروتكشنز بناء على كرايتيريا بتحددها المؤسسة. فهنا بيحكي عن اسس كلاسيفيكيشن، هذه النقطة. النقطة الثانية اللي وراها اللي هي اسس ستاندردايزيشن. المقصود هنا في تحديد كيف التعامل مع هذا الأساس من بداية وجودها حتى خلينا نقول حتى النهاية. المقصود بوين المفروض تتخزن مثلا، أو كيف طريقة استرجاعها في حال ضياعها، كيف طريقة حمايتها، إيش الأسلوب للوصول إليها، إيش نوع الأكسس رايت المطبق عليها، إيش نوع مين اليوزرز اللي ممكن يتعاملوا معها. فنعطي standardization للأسيتس، المقصود فيها إنه تحدد حسب classification اللي أنت حددته top secret كيف بداية كيف التعامل مع هذه الأسيتس. إذا كان secret كيف التعامل مع هذه الأسيتس، ايش الشروط الوصول لها، ايش كيف ممكن تنتقل من مكان الى اخر على سبيل المثال. يعني مثلا على سبيل المثال اعطيتكم مثال المره السابقه اذا ما اتذكر، اذا كانت الاسس من النوع confidential فهذه الconfidentiality تعني انه فقط جهات رسميه هي اللي ممكن توصل لها. فإذا طلب من قبل الجهات الرسمية معلومات عن هذه الأسيتس، أو بدنا تعمل لي ريفيل لهذه المعلومات، تعطيني تكشف لي عن بعض الشغلات، فعملية الكشف هاي لازم يكون حسب ستاندرزيشن معين. ما بصير إنه مثلا، يعني ممكن أجي أحكي، ما بصير إنه أي يوزر يحصل عليها، مفروض بس فقط الجهة أو المؤسسة اللي طلبت هذه المعلومات هي فقط اللي تطلع عليها. وإيش الشغلات كمان بالستاندردايزيشن، إيش الشغلات اللي ممكن يخبر بها، يعني خلينا نأخذها بمثال أفضل. مثلا شخص له أكاونت على الفيسبوك، وهذا الشخص بيتعامل مع الفيسبوك واجت عليه شكوى انه بيتعامل مع الفيسبوك بطريقه خاطئه، بيعمل تعليقات مثلا خاطئه، بيعمل مشاركات خاطئه، او بغض النظر شو الطريقه اللي او شو نوع الشكوى اللي اجت عليه. هنا الشخص المشتكي ممكن يرفع للقضاء انه تعرض للاهانه من قبل شخص عن طريق الفيسبوك أمام الملأ. فهلا مين بيقدر يطلع على هذه المعلومات؟ خلينا نحكي اللي هي متابعة المسؤولين عن الجرائم الإلكترونية.
هسه مش أي واحد المشتكي هذا مش هيقدر يجي يطلب أو يقدر يشوف هذه المعلومات طالما اختفت مش موجودة على الفيسبوك، لكن هو بيدعي إنه حصلت الإهانة في تاريخ معين، فبيطلب من القضاء إنه يجيبوا هذه الأحداث اللي صارت بهذاك التاريخ. القضاء الآن بترفع الشركة المسؤولة عن الفيسبوك إنه بدنا نطلع على الادعاء اللي صار بهذاك التاريخ. الآن الفيسبوك إلها الصلاحية إنها تعطي لهذه الجهة الرسمية المعلومات اللي طلبتها، ولكن تحكي لها حسب الستاندرزيشن إنه لا يجوز للمشتكي إنه يطلع عليها. لكن نترك التقدير لإلكم والحكم لإلكم، من ناحية أنتم فقط تطلعوا عليها وتصدروا قراركم بناء على المعلومات اللي تحصلوا عليها، لكن لا يجوز للمشتكي أنه يعرف بالتفاصيل، لأنه ممكن المشتكي بيحكي عن بإطار عام أنه أنا تعرضت لنوع من الإهانة، لكن ما بيعرف في تفاصيل تانية مش مفروض يعرفها، لأنه ممكن يوعز إلى أشخاص آخرين إذا عرف بهذه المعلومات إنهم يقوموا أيضا بالشكوى. فهو فقط إله الادعاء تبعه، ما إله إنه يعرف معلومات زيادة حتى لا يؤدي إلى مشاكل أخرى. فهذا المقصود بالستاندردايزيشن هنا بهذه الحالة. إذن كيف طريقة التعامل مع هذه الأسيت؟ كيف طريقة التعامل مع المعلومات اللي حصل عليها أو اللي ممكن يحصل عليها؟ أتمنى أن تكون واضحة. هنا بيحكي لك إنه في click here to read about how military shifted to stand. أوكي، يعني هنا كيف بيعمل كيف عملوا standardization للهاردوير، and ممكن يكون باللينك هذا بيحكي لك أيضا على information كيف عملوا standardization للinformation للsoftware وإلى آخره. threat identification كأنه حكينا عنها المرة اللي فاتت. أوكي، لا هنا خلينا بهمنا نعرف كيف الثريت بتصير أو شو الاحتمالات للثريت. كل أسيتس إلها طبيعة ثريت خاصة بها. مثلا المعاملات البنكية للثريت هي سرقة خلينا نقول ريكوردز، سرق أو معرفة معلومات على هذه الريكوردز، تحويل فلوس بطريقة غير شرعية، هاي تعتبر ثريت. فإني أتعرف على الثريت هذه أول خطوة كيف إني أحدد شو كيف طريقة الحماية. فإذا قلنا والله ممكن الثريت تكون سرقة، إذن الحماية كيف بدها تكون؟ بناء على الثريت بحدد كيف طريقة الحماية. إذا قلنا الثريت ممكن يكون زلزال، إذن الحماية بدها تكون بطريقة أخرى عن السرقة. إذا قلنا إن الثريت هي عبارة عن على سبيل المثال أتاك من قبل السايبر سيكيورتي بروفيشنالز، إذا لازم أعمل أكسس رايت عشان أحمي هذه الداتا. إذا كل بناء على الثريت ايدنتيفيكيشن يتم تحديد طريقة الحماية. هنا في اللي هم Department of Homeland Security Sponsors and Direct Dictionary of Common Vulnerabilities and Exposure، حددوا شو هم الكومن
Probabilities and Exposure بإعطاء، طبعا عملوا دوكومنت على هذا الإشي، بإعطاء لكل item إلها identification number و a brief description عنها، وممكن كمان نضيف معلومات أي ملاحظات زيادة. فبتلاحظ عمل دوكومنت حدد من خلالها السي في اي هذه وتوصف عنها وأيضا ملاحظات. فبيحدد لك بهذه الحالة أنواع، طبعا هو السي في اي اختصار ل Common Vulnerabilities and Exposure، فبيحدد لك إيش الأنواع الثيفت و ممكن كمان يحدد لك إيش الأكسس رايتس اللي بتساعد على حماية الأسيت من هذا الإكسبوجر بناء على نوع الأسيت طبعا. فممكن تترجع لهذا الدوكومنت وفور مور انفورميشن. ريسك أناليسيس، إذن الجزء اللي بعديه بالأسيتس مانجمنت اللي هو ريسك أناليسيس. ريسك أناليسيس هي بروسيس بتقوم بعملية تحليل المشاكل المخاطر اللي ممكن تتعرض لإلها الأسيتس، وممكن تكون هذه المخاطر من عدة جهات، من عدة تصنيفات، أو من عدة، خلينا نقول هذه المخاطر قد تكون عدة محاور. فزي ما حكينا بالأول اليوزر شو بيحدد؟ بيحدد إيش نوع الأسيتس، و من خلالها بيحدد ايش اهم assets اللي بده يجري عليهم الحماية، وبعطي الassets درجات لأن كل حماية بتكلف. فلذلك الassets المهمة جدا هيحط عليهم خلينا نقول حمايات اكثر، ممكن يكون levels، الحماية تكون على levels، والassets الاقل خطورة ممكن تحطها بليفل واحدة. ف الخطوة اللي بعديها بدها تكون هي الريسك أناليسيس. إذا حددنا نوع الأسيتس وحددنا إيش أسلوب الحماية بناء على إيش الريسك أناليسيس. إذا هنا الريسك أناليسيس بيحكي لك identify assets and their value، identify vulnerabilities and threats. إذن حددنا الأسيتس وقيمة هذه الأسيتس، مش بالضرورة قيمة مادية، وبعمل quantify the probability of impact of the identified threat، يعني بدي أحدد إيش probability لهذا الثريت، كيف نسبته. على سبيل المثال إذا قلنا الثريت هي عبارة عن خراب طبيعي للهارد ديسك، العمر الافتراضي للهارد ديسك يساوي مثلا 15 سنة، على نسبة الخراب في هذه الفترة ال 15 سنة الأولى هتكون إلها قيم. أول سنة خلينا نقول 1 بالمليون مثلا النسبة، ثاني سنة ممكن تكون نسبة الخراب 1 بالألف، ثالث سنة ممكن يكون 1 بالمية، وهكذا. إذا نعطي probability لهذا الثريت. هلا بعمل الخطوة اللي بعديها، بعمل balance the impact of the threat against cost and of the countermeasure. يعني باجي بحكي إنه أول سنة خلينا نقول نسبة الخراب للهارد ديسك 1 بالمليون، فيش داعي أجيب هارد ديسك ثاني على سبيل المثال لأنه راح تكلف. مثلا أنا بحكي مثلا، طبعا بتعتمد بناء على نوع، في كمان مش بس على الـ probability،
بيعتمد على الاسيتس اللي انت حافظ عليها. فانا بقول مثلا اول سنه ما في تعجيب هارد ديسك، بكفي اتعامل مع اكسترنال باك اب وذاتس ات، ممكن اكسترنال باك ما يكلفني كثير. اما بالسنه الثانيه صارت نسبه الخراب 1 بالألف، هنا ممكن اقول والله انا بحاجه لاحتياطات اخرى. بالسنة الثالثة نسبة الخراب 1%، أوكي هنا صار مرحلة الخطر، إذا ممكن أنا بهالحالة أحتاج أني أكون في عندي هارد ديسك ثاني باك اب موجود انترنالي على الجهاز، بتعامل معها في في تكنولوجي اسمها ريد، وهنشوفها لقدام هذه الريد، إنه هذا الريد بتساعد على إنه يخلي الهارد ديسك ستيبل حتى لو كان الخراب هيحصل على واحد من الهارد ديسك. على كل النقطة هاي بتحكي عن نحدد البروبابيليتي وبناء عليه نحدد قديش اعمل تريد اوف بين الخطورة مع التكلفة اللي انا بدي اتكلفها حتى اني احمي هذا السيستم. مثال آخر مثلا خلينا نقول والله عندي أنا الأوبريتنج سيستم ممكن يعلق، وإذا علق ممكن يضيع عندي مجموعة بروسيسز أنا بشتغلها، هذا يعتبر ثريت. هلا لما أجي أقول والله بدي أشتري الاوبريتنج سيستم ثاني عشان اقل او خلينا نقول اخفي عمليه التعليق، بسال نفسي بعمل تريد اوف قديش نسبه التعليق في هذا الاوبريتنج سيستم وقديش راح يكلفني الاوبريتنج سيستم الثاني. فاذا عرفت ان نسبه التعليق بالاوبريتنج سيستم هي يوم كل 365 يوم، يوم بالسنه، هل التكلفة اني اشتري اوبريتنج سيستم ثاني مجدية ولا مش مجدية؟ هذا السؤال بناء على الايش؟ بناء على الاسيتس، بتكون بناء على الاسيتس. فعلى اساسها بقول والله اذا ما فيش عندي معلومات مهمة كثير او مش هالمعلومات المهمة، فبدل ما ادفع ثمن الاوبريتنج سيستم الجديد ويكلفني مثلا على سبيل المثال $1,000، لا خلص بتحمل الخراب اللي هو يوم واحد بالسنة. واضح؟ أما إذا كانت الأسهم مهمة كثير، لا بقول والله اليوم هذا ممكن يكلفني كثير، لا بدي أتكلف $1,000 ولا أني أتكلف النتائج الخراب اللي ممكن تحصل بهذا اليوم. هذا مثال. فهنا بيعطي طبعا هنا بيعطي في عندي there are two approaches to risk analysis, quantitative و qualitative. ال quantitative هنا تحكي عن قيم. فهنا بلاحظ بهذا المثال اللي حاطين لك إياه هنا بحكي لك الهاردوير قديش ممكن يكلفني فلوس إذا حصل ثريت معين، مثلا single loss of expectancy بيكلفني مثلا 15,000 على سبيل المثال. فهنا بيحسب بايش؟ قديش الريت لحدود الخطأ، وبناء عليه بيحكي انه قديش القيمة راح تكون بناء على القيمة الأصلية. وإذا حصل انه كانت 15%، فإذا الخسارة راح تكون من 15,000 2,500. فالفكرة هنا بدي أحط مقادير حتى أحدد شو كيف الخسارة. فطبعا المقادير هذه بدها تكون باستخدام أرقام، فهذه الأرقام بتعطيك توضيح والله إذا صار مثل هذا الخطأ فأنا خسرت هذا المبلغ. هنا بتعطي نوع من خلينا نقول ستابيليتي او نوع من التحسين في اتخاذ القرار. كواليتاتيف هنا كواليتاتيف
لاحظ بالكواليتيتيف هنا ريسك اناليسيس يوزز اوبشنز سيناريو، يورجيني والله اذا صار عندي السيناريو واحد وهذا السيناريو مثلا شو اللايكلي هود للحدوث، فبعطي انا قيم بناء على يقولنا اذا والله هذا مثلا على سبيل المثال كاتاستروفيك فور. طبعا كاتاستروفيك فور هي عبارة عن تصنيفات، كاتاستروفيك فور، كريتيكال ثري، مارجينال تو، نيجليجبل ون، هذه عبارة عن تصنيفات. فأنا بحكي لك الفريكونت فايف يعني كم مرة ممكن يحصل، 20 مرة، قديش التكلفة إذا كان لايك هود، هذه قديش راح تكون التكلفة، الأوكيجينيجينال قديش راح تكون. إذا بيعطيها على شكل تيبل، فهون التيبل بيحكي عن عن السيرفر فيلر. السيرفر فيلر إذا تعرض لواحد من هذول الكاتيجوري قديش بده يكون عندي الخسائر. فهي تستخدم ما يسمى كواليتاتيف، إذا المقصود فيها التكرارات، هذه التكرارات كل واحدة إيش التكلفة تبعتها، أو بيعطيها قيم، هذه القيم تعبر مش بالضرورة تعبر عن تكلفة، تعبر عن كوست، مش تكلفة مادية بالضرورة، ممكن تكون كوست بطريقة هو بيحددها المؤسسة. إذا نرجع هذا الموضوع عم بحكي عن risk analysis، أو هذا الجزء بحكي عن risk analysis، بدي أختصر. فهي مراحل حتى نعمل risk analysis لازم أعرف من الأساس أنا مع إيش الأساس، إيش أهميته. وحكى لك two approaches في هذا الأناليسيس اللي هو quantitative وqualitative. أوكي. اللي خليني أحكي ألخص كلمة quantitative وqualitative. أنت لما تيجي تحكي عن quantity وquality في بعض الأحيان تقول والله أنا بدي أشتري سيرفر، يعني طبعا موضوع عشان بس أوضح بالفرق بين الكوانتيتي والكواليتي، بدي أشتري سيرفر للمؤسسة، فأنا حطيت مواصفات لهذا السيرفر وفي أكثر من جهة بدأت تعطيني هذه المواصفات. يعني بدي أنا سيرفر مثلا بدي فيها ريد 5، سيرفر في يكون في سرعته مثلا 2.5 جيجا، ممكن يكون سيرفر بدي يكون الهارد ديسك بهذا الحجم. انا بحط مواصفات، فبتقدم لي مجموعه من الشركات بهذه المواصفات. فلما اجي احكي الكوانتيتيف شو المقصود فيها، او القيمة اللي بتعرض لي اياها الشركة الأولى تختلف عن القيمة اللي بتعرض لي اياها الشركة الثانية، تختلف عن القيمة اللي بتعرض لي اياها الشركة الثالثة. طيب بهي الحالة انا كيف اميز بيناتهم مع انهم حاطين لي نفس المواصفات، حاطين لي نفس المواصفات ولكن التكلفة خلينا نقول تختلف، فأيهما افضل؟ فبقول لك الكوانتيتيف بتحكي عن الأرخص المطابق، إذا بأخذها من الأرخص المطابق، هاي الكوانتيتيف. الكواليتيتيف أنا ما بدي الأرخص المطابق، بدي الأجود المطابق. إذا لما بدي أشتري سيرفر، هل أشتري سيرفر مصنوع محلي أو مجمع، عفوا مش مصنوع محلي، مجمع محلي، ولا أشتري من شركة موثوق فيها؟ المجمع محلي بيعطيني سعر أرخص، إذا هاي بتحكي كوانتيتيف. اللي السيرفر اللي بيعطي اللي بيجي من شركة موثوق فيها ذات سمعة عالية، هاي بنسميها كواليتيتيف. واضح؟ فإذا هذا بس بدي أعمل فرق بين كوانتيتي وكواليتي، إن شاء الله تكون واضحة. نيجي نحكي عن المايجريشن.
المايجريشن المقصود فيها هنا reducing the severity of loss or likelihood of the loss from occurring من خلال استخدام many technical أو controls إنك تنقل المقصود فيها هنا تنقل عملية المانجمنت أو التعامل مع هذا الريسك إلى ممكن تنقلها إلى جهة أخرى تساعدك في عملية المانجينج تساعدك في عملية التعامل مع هذا الأسيت. ف there are four common ways to reduce risk. هنا بدنا نحاول نقلل من حدوث الريسك أو الخاطر على الأسيت. فواحدة منهم accept the risk periodically reassess. يعني انه لو حصل periodically reassess the accepted risk in ongoing process as normal failure. اعتبره هي normal خلاص بقبله هذا خلينا نقول المخاطر اللي بتحصل بقبلها زي كيف مثلا لما بيحصل عندي انا الاوبريتنج سيستم بالسنه بيخرب مره فانا بدل ما يعني ممكن يكون ما فيش عندي لاسست مهمه فبقبل هذا الحدث لو خليه يحدث بالسنه مره مش مشكله. فاذا الحاله الاولى هي ان اقبل الخراب لان الخراب مش دا يؤدي الى مشاكل كبيره وبعمل رياسس كل ما بيحصل كل ما تحصل المشكلة أقول والله مرت الأمور بسلام ولا ما مرتش الأمور بسلام. إذا ما مرتش الأمور بسلام شو مفروض الخطوات التالية أسويها؟ reduce. إذا بستخدم تكنولوجي هذه التكنولوجي بتحاول تقلل من المخاطر فبتعمل control للميجرمنت بتعمل كنترول للخراب وبتقلل من حدته. مثال ممكن انا اعمل دوبليكيشن للسيستم في حالة حدوث الخراب هتكون الفترة الزمنية اللي حصل فيها المشكلة هتكون اقل ما يمكن لانه انا بما اني عملت دوبليكيشن فانا في حاله حدوث الخراب في السيستم الاول بقدر اعمل ريبليس له من خلال الدوبليكيتد انفورميشن اللي خزنته في مكان اخر. يعني مثلا عندك انت كل يوم اعمل باك اب للسيستم تبعك فلما تيجي ثاني يوم يصير عندك مشكله المشكله اللي حديتها بتكون اقل من انه لو انك انت مش عامل باك اب. فهي بنسميها ريديوس لكن في مخاطر مش انه ما فيش مخاطر لكن المخاطر بتكون اقل ما يمكن. الافويد هنا بدك طبعا كل شيء له تكلفه. اذا افويد ذا ريسك توتالي اذا هنا بهاي الحاله بدك تعمل ميجرمنت للإكوينبنت اللي بتتعامل معها وبحيث تأخذ احتياطاتك إنه تحط تكنولوجي بحيث إنها تلغي المخاطر. تلغي المخاطر المقصود فيها إنه ما يكون في أي نوع من المخاطر. مثال يوم التسجيل في مركز الحاسب ما بيكون سيرفر واحد اللي عم بيشتغل. إذا حصل فيل بواحد من السيرفر فالسيرفر الثاني بيكون مكانه وبيأدي الشغل اللي كان مفروض أديه في السيرفر الأول ويتم إرسال ألارم للأدمينستريتور إنه صار في مشكلة بالسيرفر الثاني حتى يقوم بعملية التعديل أو التظبيط أو التبديل أو الإصلاح إلى آخره. فأنت عملت avoid يعني الطالب ما راحش عليه تسجيله وسجل بشعبة
ما شعر الطالب انه صار في عندك سيرفر داون، انما على طول السيستم استجاب لما صار سيرفر داون واتكلف المهمة سيرفر اخر. ترانسفير، هنا ترانسفير انك تجيب ثيرد بارتي متخصصين هم اللي بيقوموا بعملية حل المشكلة لك في حال حدوثها. طبعا الثيرد بارتي بيكون يعني مثلا بيقول والله انا بحط الصيانة هذه على شركة، خلينا نقول بايونير موجودة في الأردن، هذه الشركة بايونير عندها الخبرات كيف انها تمنعني او تحافظ لي على السيستم تبعي. فعلى طول هذه الشركة بتلاقي كل ما يعني بتحط التجهيزات بحيث انه اذا صار في خراب على طول التصرف يكون بانه تمنع هذا الخراب، وبنفس الوقت الشركة هي اللي بتقوم بعملية المينتنانس بتصحيح هذا الخراب، وبنفس الوقت خلينا نقول المؤسسة هذه ما عندها الخبرة الكافية كيف تعالج هاي المشاكل، فهي بسيف يعني بما أنها سلمت الأمور لشركة مسؤولة، شركة أخرى مسؤولة ثيرد بارتي، فهي موجودة بسيف إنه من ناحية إنه مش مسؤولة عن خلينا نقول مش مسؤولة عن كيف آلية الحفاظ على السيستم، ومش مسؤول وبنفس الوقت وكلت هذه المسؤولية لشركة ذات خبرة في هذا المجال. هنا بيحكي اب سكيورينج سيرفيس، في بعض الاحيان انا بحتاج انه انا بدي استخدم سيرفيسز، هذه السيرفيسز مش لازم تكون معروفه بالنسبه ل خلينا نقول للاتاكرز المحتملين حتى ما يقدر يعرف كيف يعمل اتاك على هذا السيستم. طبعا هاي السكيورتي بدي بيستخدموها بالكريتيكال سيستم، الكريتيكال سيستم بيحاولوا انه يخلوا عمليه طرق الحمايه المستخدمه مش خليكم مش مألوفه باستمرار عم بغيروا طرق الحمايه حتى ايش يحافظوا على السيستم بشكل ويطولوا في عمر السيستم قدر الامكان. طبعا هنا اسئله بترك لكم اياها تقديرا يعني كيف تحلوها، هي بتكون في تقديرات وفي الان الليرنج. هنا ما هنا طرق اخرى في عمليه الحمايه. هلا ممكن يكون عمليه الحمايه بتكون باستخدام لايرز ديفنت depends will not provide an impenetrable cycle shields. اوكي هنا يعني مثلا بنحكي لك على سبيل المثال، على سبيل المثال في عندك اساس صنفت توب سيكريت، كيف طريقه حمايتها؟ وحكينا التوب سيكريتس هي معلومات لا يجوز ان يحصل عليها الا خلينا نقول مسؤولين مهمين بالorganization أو مسؤول واحد بجوز، وحتى يحصل عليها بنحط هذه المعلومات على سيرفر، وهذا السيرفر لا يجوز إنك تستخدم فلاش، هذا السيرفر محمي جوا غرفة، هذه الغرفة موجودة خلينا نقول في مبنى، الوصول إلى هذه الغرفة بيحتاج إلى أكثر من خطوة من عملية الديفنت حتى تقدر توصل لهذه الغرفة. مثلا خلينا نقول الخطوة الأولى بده يدخل باستخدام السوفيل كارد، الخطوة الثانية بده يعمل فيس ريكوجنيشن، الخطوة الثالثة إذا هاي ليرز، الخطوة الثالثة بيسمح له يدخل على الروم، الخطوة الرابعة لما يجي يدخل على الجهاز لازم يحط بصمته مثلا على سبيل المثال حتى يفتح الجهاز،
إذا كل هذه الخطوات مشان تضمن إنه الشخص المسؤول هو فقط اللي بيقدر يقرأ هذه المعلومات المهمة، زائدا إنه بيقدرش ينسخها، هو بس بيقرأها على الشاشة وخلص وانتهى. إذا هو لأنه إذا نسخها على فلاش مشان يقرأها في البيت ممكن تقع هذه الفلاش بواحد غير مسؤول، فهيك وقعنا بمشكلة إنه هذه المعلومات التوب سيكريت وصلت إلى شخص مش مصرح له إنه يحصل عليها. هذه فكرة اللايرنج. إذن A layered approach provides the most comprehensive protection. فهنا معطي مثال، الله أعلم. أوكي. For example, organization might store top secret documents on a server in a building surrounded by electronic fence. هذه مثال. طبعا انا حطيت مثال يمكن اوسع منها. النوع الثاني اللي هو limiting، احنا حكينا layering. limiting هنا limiting access بتعطيك انت صلاحيات، تحدد الصلاحيات يعني ما تخليها مفتوحه، تعطي مثلا انت لك صلاحيه ريد، انت لك صلاحيه ريد اند رايت مثلا، انت الشخص الثالث لك صلاحيه مثلا اكسكيوت حسب الرول تبعه. فمثلا بالبيرول سيستم مين اللي مسموح له انه يغير في قيم الرواتب او يعدل بالرواتب؟ اكيد بدهم يكونوا مسؤولين، اشخاص مسؤول مش اي شخص. الاند يوزر له انه يشوف بس النتيجه. انتون الدايفرسيتي المقصود فيها هنا انه تخلي عمليه الحمايه من اكثر من شركه، على سبيل المثال ما تستخدم نمط واحد بالحمايه. يعني مثلا خلينا نقول اللي بيصمم لك الفيس ريكوجنيشن شركه، واللي بتصمم لك السوق الاستخدام السويبنج كارد شركه اخرى. خلينا نقول لما بده يوصل المدير ل التوب سيكريت انفورميشن، حكينا موجوده جوا غرفه، في 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 فيس ريكوجنيشن، وفي خلينا نقول بصمه الابهام، وفي كمان السويبنج كارد. فخلينا نقول اللي صمموا له السويبنج كارد بيختلف عن الشركه اللي صممت الفيس ريكوجنيشن، وبتختلف عن الشركه اللي صممت البصمه. الاوب سيكيورتي حكينا عنها انه انا اخلي المعلومات اللي بيستخدمها طرق الحمايه المستخدمه في الشركه تكون مش بالضروره تكون معروفه، بحيث انه الكريمنال اذا قدر يطبق الاتاك على واحده من اللايرز ما تطبقش الاتاك على اللايرز الثانيه. فتكون كل لاير له طريقه حمايه تختلف عن الثانية ومش بالضرورة تكون مكشوفة. فبهاي الحالة بنعمل limiting للأتاك. السمبليسيتي المقصود فيها انه لما بدي استخدم انا سيستم ما يكون كومبلكس بالنسبة لليوزرز اللي بيشتغلوا بالمؤسسة، لانه كل ما كان سمبل كل ما كان الكونفيجريشن لإله سهل. اما بدك تجيب سيستم كومبلكس اليوزر يتعلموا عليه ممكن ياخذ وقت، وحتى يمكن ما يعرفوش، فالكونفيجريشن له راح يكون خطا فراح يؤدي الى اتاك. اما لما يكون السيستم سيمبل ومعروف بالنسبه للاشخاص كيف يتعاملوا معه الاشخاص المسؤولين، اذا هذا السمبليسيتي بتؤدي الى انهم راح يقدروا يعملوا الكونفيجريشن بشكل سليم وصحيح، فراح يؤدي الى انه الحماية تكون أفضل ما يمكن. احنا نتوقف هنا اليوم، وهذه مثلا تمرين على هذا الجزء أتمنى منكم أنكم تسووه. تفضل يا وتين. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، حياك الله. دكتور بدي أسألك سؤال على الواجب. أنا يعني بلشت بال أو صح 4 PDFs تمام. بلشت على الثاني، هلا انا وسويت كل الخطوات، وصلت على اخر خطوه، باخر خطوه بيحكي لي command was not found.
ايش كان الكوماند؟ ناس إذا عندكش مشكلة أبعت لك إياهم على الإيميل بصير اليوم بصير، بس انا قصدي فسويت. لحظة شوي، انت على الـ على الايمج اللي اعطاك اياهم السيستم اللي هو النتاكات، أيوة او يعني طلعت أنا مشيت على كل الستبس، كل إشي ظبط ماشي، وكل إشي تمام، ابعت لي بس الكوماند آخر هذول، خليني اشوف شو يمكن يكون السبيلينج خطأ. ترى على فكرة في فرق بين كابيتال لتر وسمول لتر. لا لا أنا هي على ما أظن إنه لا لا هي أنا بحكيك إيش كانت المشكلة، لما كل إشي آخر إشي بالبي دي إف إنه بحكي لك إنه open the secret dot ODT تمام، فما بفتح عليهم على البيكتشر او على هاي الدوكيمنت انه ما فيش شيء متغير، يعني ما فيش شيء متغير على ما السيكريت هو مهم بيتس. لما تعمل استكان جرافي مش راح تلاحظ فيه تغيير على الصورة. ولا حتى على السيكريت تكست يعني صح؟ لحظة يعني شوي، ما هو اسمه استكان جرافي، عارف شو بيسوي؟ بيعمل امبيد السيكريت جوا الصورة، كويس؟ ما هو اه، تمام. هلا انت شو ملاحظاتك في تغيير على الصورة؟ لا ما فيش تغيير، مزبوط هذا الحكي. هلا اذا كيف هيك هل خلص. اه بقدر اعمل اكستراكت؟ نعم، في عندك تولز بيورجيك انه كيف تعمل اكستراكت، ما بعرف اذا كانوا طالبين منك. فلما تيجي تعمل اكستراكت بترجع لك السيكريت، اذا معناته هي موجوده، بس انا ما احنا بدناش اياها يكون يلاحظوا الاتاكر الصوره، لما يشوفها الاتاكر مش راح يلاحظ انه في سيكريت، وهذا اللي بدنا اياه. فهو بيجي تمام. بقول لك هل فعلا نجحت العمليه ولا لا؟ فاذا كان الصوره الملاحظه هذه صحيحه انه نجحت العمليه، معناته خلص هذا الهدف تبعنا. يعني بس يعني هذا آخر سؤال، إنه إذا بتقدر تسوي لها اكستراكت ولا لا، اي ممتاز، يعني مش هي الفكره انه والله انا عملت امبيد، بقدر اعمل اكستراكت. طبعا اذا عملت امبيد ما عرفتش اكستراكت، ما ادري شو سويت، فاهم علي؟ فالفكره هل نجحت عمليه الامبيد؟ هل الصوره ما تغيرتش؟ ممتاز. هل بقدر اعمل اكستراكت؟ اذا معناته الشغله كله صح تمام دكتور، ان شاء الله. سلم ايديك، يعطيك الله العافية يحييك، الله حياك الله. اي سؤال ثاني دكتور. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. دكتور كيف نسلم الواجب، على الوورد ولا كاف؟ على الورد بصير، طبعا انتم تمام بتختاروا اوكي. الطريقه المناسبه. انت بتكون اذا بتقدر تجاوب على نفس الدوكومنت على نفس البي دي اف فايل كان بيه، بس بفضلش هذا الاشي. على الوورد بتقولي مثلا، بتسمي الوورد بنفس اسم الفايل، وبتجاوبي على الوورد. تمام دكتور، شكرا دكتور، يعطيك العافية. حياك الله. دكتور أنا في عندي بالهوم وورك الثاني، اللاب الثاني، لما يجي يقول لي إنه ضيف كلمة يس أو نو، واي أو إن. عيد مرة، عفوا ما سمعتش، عفوا إيش مالك؟ جسمه عندي باللاب الثاني في مشكلة إنه لما يعطيني باس فيس إنه أكتب الكلمة، ما بيرضى يكتبها. بأي دوكمنت هذا؟ بالدوكمنت الثاني بطلب مني انه شو اسمه باس فريز، وكلمة بكون كاتب لي كلمة سيسكو، بعدين بريس انتر، اي انه نكتب كلمة سيسكو ما بيرضى يكتب. بس نتيجتها صح، يعني قصدي ما بيقدر يكتب، بس انه هو استقبلها صح؟ هو استقبلها بس خلص صح، انه ما صح هذا الحكي صح؟ ما هو لازم الباسورد، تسجلها تكملة عشان هيك. الباسورد بيبينش انك انت كتبته، عشان ما يبينش تمام. للاتاكر انه في حركة صارت، فاهم علي؟ مش اسمه انت كتبت الباسورد وضغطت انتر ودخلت ونفذ، يعني لا هذا صح، هذا الحكي ما في مشكلة. بس انه ما برضى يكتب عندي، يعني هذا الكلام بيكون صح ولا انا عامل اشي غلط؟ لا ما في مشكلة، ما في مشكلة اوكي ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. في اي سؤال؟ دكتور اي تفضل.
بس انا اسالك هلا، انا اول ما بلشت اشتغل انا حكيت لك عندي منزل كالي لينكس على الفي ام وير، تمام. فلما جيت اشتغل على الهوم ورك الثاني بلشت احط الكوماندز، صار انه يحكي لي كوماندز وير نوت فاوند. هل انه هذا لازم انزل الباكجز على اه ما الكالي ولا؟ ما شوف الكوماند هاي موجودة على الايمج اللي اعطاك اياه نتكات. هذه الكوماند يعني بفضل انك تستخدم الايمج تبع النتكات حتى ما تغلبش حالك. انا بجد نزلته للنتكاد. خلي الكالي هذا، ما هو له لابس خاصة به. فالنتكات هم حاطين كل السوفت وير اللي هم بحاجتها للكورس هذا، وفي كورسات ثانيه كمان هي يستخدموها، فما فيش داعي انك تغلب حالك تدور على تضيع وقت تدور على السوفت وير وتنزله، وحتى يمكن يغلبك بعمليه التنزيل، وحتى يمكن فيرجن ما يكونش زي ما هم بدهم. فلا خليك يشتغل على الايمج تبع النتكاد. تمام، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، حياك الله حياك الله. اي سؤال؟ في كانت صبيه كانت بدها تسال، ما كان دكتور كنت أسألك، تفضلي. قلت إنه أنت بتفضل الوورد عن البي دي إف، لأن أنا سلمتك إياه بي دي إف، يعني أرجع أعمل لا لا وورد. لا 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 لا، انا قصدي السهوله لإلك. خلص بما انه قدرتي تكتبي على البي دي اف، ما في مشكله ما في مشكله. تمام، خلاص، يعطيك العافية. الله يعافيكي. في حد في اي سؤال ثاني؟ ان شاء الله الامور تمام. وتسليمها برجع بذكركم، هو المفروض يكون ب 31 الشهر، فيعني انتم ريحوا حالكم، خلصوا من هذه الوظيفه، عشان لانه هسه فتره الامتحانات راح تبلش بعد 15 شهر كانه. فقبل ان نوصل لمرحله الامتحانات بدنا نخلص الوظيفه الثانيه، واللي هي راح ان شاء الله يتم عرضها بجوز هذا الاسبوع، بجوز انه ببدايه الاسبوع القادم، وهي عباره عن برزنتيشن، فمشان تجهزها وتخلص من هالماده هاي وتجهز حالك للفاينل. الله يعطيكم العافيه. في ما فيش اسئله، خلينا انا اسكر الميتنج كده، ما في اسئله. يلا السلام عليكم.